اهلا وسهلا بيكم في قناة بوستي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة سورة الورود بالكروشيه من غير ابرة، مش هنستخدم ابرة، هنستخدم فيها خيوط الساتان اللي هي دي، مش شريط الساتان، دي اسمها خيوط الساتان، بتتباع عند محلات الخيوط بالمتر، المتر منها بجنيه. هنستخدم الدرجتين دول، الاسود والاصفر، حوالي متر من كل نوع، يعني من كل لون احنا عايزين ندخله، متر من الاسود ومتر من الاصفر. هتنيها نصين، خليها بالشكل ده كده كده، واحط هنا على الراس دبوس من فوق على الخيطة عشان تثبت. هجيب اللون التاني اللي انا عاوزة ادخله، هتني نصين برضو، هجيب الراس دي هدخلها من تحت الخيط الاسود بالشكل ده كده، هطلع منها الخيط الاصفر بتاعها الطرفين وهشدهم، هشد طرفين الخيط الاسود شدهم، بس مش هقفلها بيها جامد علشان اللي هي الدايرة دي هي اللي هقفل بيها الاسورة في الاخر. هشيل الدبوس، هشد بس الطرفين الاسود الاصفر بالشكل ده كده، هثبت الدبوس في الراس من الناحية دي ومن الناحية دي عشان ما تتشدش تبقى مظبوطة. دلوقتي انا عندي طرفين اسود وطرفين اصفر، هجيب الخيط الاصفر واعديه من فوق الخيط الاسود واشيله من تحت والضم، يبقى انا مرة هعديه من فوق ومرة هعديه من تحت الخيط الاسود. انا عديته من فوق، هعديه من تحت والضمه برضو على الخيط الاسود. الشكل ده كده يبقى كده انا اشتغلت على الطرف ده والطرف ده. هشتغل على الطرفين دولي، هعدي الخيط الاصفر من فوق، من فوق الطرف الاسود وهعديه من تحت والضم، هعديه من تحت الخيط الاسود الاصفر ده، هعديه من تحت الخيط الاسود والضم برضو عليه، يبقى انا بلضم على طرف الخيط الاسود. تكون معايا بالشكل ده كده، يكون برضو معايا الطرفين الاصفر في النص والاسود على الحرف. هجيب الطرفين الاسود اخليهم بالشكل ده كده، خلي الاصفر في النص والاسود عليه بالشكل ده. هجيب طرف خيط اصفر وهعديه من هنا، واحد من الناحية دي، والطرف التاني هعديه من الناحية التانية، وهلم الخيطين على بعض تكون معانا شكل وردة.
تكون معنا بالشكل ده كده. دي اول وردة. تاني هيكون معايا الخيط الاصفر في النص والخيطين الاسود على الحرف. هكرر نفس اللي انا عملته هنا، ان انا هجيب طرف الخيط الاصفر واخليه فوق الخيط الاسود واسحبه من تحت، هلطم عليه مرة من فوق واجيب نفس الخيط الاصفر في الطرف اللي انا ماسكاه وهعديه من تحت الخيط الاسود وهلضم عليه برضو. كده خلصت من الطرفين دولي، هروح عند الطرف ده وده، الفتلتين دولي، هعدي الخيط الاصفر من فوق الخيط الاسود والضم على الخيط الاسود كده مرة من فوق. تاني هعدي الخيط الاصفر من تحت الخيط الاسود وهلضم عليه برضو. كده بقى معايا الفتلتين الاصفر في النص والاسود على الحرف. هجيب الفتلتين السود بالشكل ده كده، هجيب طرف الخيط الاصفر هعديه من عند الخيط الاسود هنا والطرف التاني هعديه من الناحية التانية. هشد الطرفين كده كده اتكونت معايا تاني وردة. هثبت تاني الخيط عشان اتفك، الدبابيس اتفكت. هيكون معايا الفتلتين الاصفر في النص تاني كده. دي اتكونت معايا تاني وردة. هكرر تاني اللي انا بعمله، ان انا بجيب الخيط الاصفر على الخيط الاسود وبلضم عليه مرة من فوق، وبعد كده بجيب نفس الفتلة الصفراء وبعديها من تحت الخيط الاسود وبلضم عليها كده. دي تاني مرة بروح عند الفتلة دي ودي بكرر نفس الطريقة، بجيب الخيط الأصفر وعديه من فوق الخيط الأسود وألضم عليه، بعد كده بعدي الخيط الأصفر من تحت الخيط الأسود وألضم عليه برضو. هيجي معايا الخيطين الاصفر في النص والخيطين الاسود على الحرف. هلم الخيطين الاسود على بعض بالشكل ده كده، وهجيب طرف خيط اصفر هعديه من الناحية دي والطرف التاني هعديه من الناحية التانية. ولم الخيط بالشكل ده كده، هيجي تاني الطرفين الاصفر معايا في النص، كونت كده معايا تالت وردة. طريقة بسيطة وسهلة، ان الفتلتين الاصفر بيكونوا في النص والاسود على الحرف، بجيب الخيط الاصفر واعديه من فوق الخيط الاسود وبلضم عليه وبعديه من تحت الخيط الاسود الخيط الاصفر وبلضم عليه
كده خلصت من الطرفين دولي، هروح عند الطرفين التانيين وهشتغل نفس الطريقة، ان انا هعدي الخيط الاصفر من فوق الخيط الاسود والضم عليه، وبعد كده هعديه من تحت الخيط الاسود والضم عليه برضو. هيجي معانا طرفين الخيط الاصفر في النص، والاسود هتكون معانا على الحرف. هروح جايبه طرفين الخيط الاسود، ألمهم على بعض، هجيب طرف خيط اصفر هعديه من الناحيه دي، والطرف التاني هعديه من الناحيه التانيه. وهلم الخيطات على بعض، كده اتكونت معانا تالت وردة. بفضل ماشية بنفس الطريقة، لحد ما اوصل لحجم الاسورة اللي انا عايزاه، بقيسها على ايدي. هكمل بنفس الطريقة لاخر الدور وهرجع لكم تاني، لحد ما اوصل لحجم الاسورة، وهريكم هنقفلها ازاي في الاخر، وهرجع لكم تاني. كده وصلت للحجم اللي انا عاوزاه للاسورة. هننهي دلوقتي الاسورة مع بعض. هنجيب طرف خيط كده، وهعدي طرف الخيط عليه التاني كده، وهعديه من تحت الفتلتين السود، وهطلعه من الفتلة الصفرة، وهشد. تاني هجيب طرف خيط كده، هشد بالشكل ده كده، مرة من الناحية دي ومرة من الناحية دي. هجيب طرف خيط كده ده كده، وهعديه من تحت الثلاث فتلات، هطلعه من عند الفتلة الصفرة الفتلة الصفرة الناحية التانية. تاني هجيب طرف خيط كده، الطرف التاني هخليه من ناحية من فوق الطرف ده، وهعديه من تحت. تاني بجيب طرف خيط كده، وبعدي الطرف التاني من عليه، وانزله من تحت. هنقيس الاسوره مع بعض، هلاقيها على مقاس ايدي، تكون معايا بالشكل ده كده اسوره الورود. اسوره جميله، هلضم كمان لضمه من اللي انا عملتها عشان انهي الخيط الاصفر. يبقى لو حجم ايه، لو ايدك اتخن شوية بتستخدمي طبعا خيط اطول، يعني انا استخدمت هنا حوالي متر، ممكن انتي على حسب مقاس الايد ممكن تستخدمي متر ونص. طبعا ما ينفعش نلضم، فكل واحدة بتحدد المقاس اللي هي عايزاه. كده خلصت الاسورة، وصلت للحجم اللي انا عاوزاه. دلوقتي هنقفلها بطريقة سهلة، هندخل الخيط ده من هنا في الحلقة اللي احنا سيبناها، ان انا هلبسها. بعد كده هلضم الخيطين في بعض لضمتين،
والخيط ده سهل ان انا افك العقدة عشان لما اقلعها. طبعا الخيط ده هنعمله بالولاعة عشان ما ينسلش. وبقى انا بقص الخيط بالحجم اللي انا عاوزاه، اللي انا عايزة اسيبه للاسورة تكون معايا بالشكل ده كده، اسورة الورود. اسورة سهلة وبسيطة من غير ابرة. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.